أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 12. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي البيولوجي على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي ببرنامج وندنو من الكمال. هيكون في ضيافتنا النهاردة الأستاذة شيماء عبد المعز، أستاذة البيولوجي. مساء الخير يا مس، مساء النور يا مصطفى، مشرفانا الله يخليك. وشرفينا كالعادة. وشوفي لو عند حضرتك اي رسائل للطلبه بتاعتك قبل ما تبدا الماده. طبعا النهارده يعتبر دي اول حلقه للبيولوجي عندنا، فشوفي تمام لو في عندك اي حاجه عايزه تدردشي فيها قبل ما نبدا في المنهج بتاعنا. اتفضلي. تمام، انا احب بس اشكر حضرتك الاول على استضافتي في البرنامج، تسلمي، ربنا يكرمك. وان شاء الله تبقى حلقه مفيده للطلبه. انا ان بس شاء الله. عايزه يعني اطمنهم على النظام الجديد، هم كده كده المفروض يتعودوا عليه، دي جميل. تعتبر ثالث سنه. فزي ما احنا متعودين من اولى ثانوي ان احنا النظام الجديد ما بقاش بقى فيه حفظ، اهم حاجه ان احنا نفهم كويس جدا ونحل كتير، ونخلي الاسئله بتاعتنا لازم تبقى متدرجه من الاسهل للاصعب عشان نبقى احنا كده حلينا كل المستويات. جميل. ونبعد بقى عن الحفظ، خصوصا في الماده بتاعتي اللي هي البيولوجي دي، لان هي للاسف من زمان ناس كتير فاكره ان هي حفظ، رغم ان هي تبع العلمي والمفروض ان العلمي فهم، تمام. فناس كتير للاسف ما بتفهمهاش، فتضطر ان هي كانت تحفظ الكلام لحد زي ما هو كده لحد ما يدخلوا الجامعه يلاقي نفسهم اصلا مش فاهمين حاجه. فاحنا المفروض ده مش موجود من زمان، وهنتك عليه بقى الفتره دي اللي احنا نفهم الماده بس. جميل يا استاذ، فنبدا بقى نشوف كده ماشي. اتفضلي يا استاذ هناخد شيماء، ايه مع بعض. اتفضلي. احنا ان شاء الله النهارده هنتكلم على البيولوجي لسكندري 3. اوكي، our topic today immune system. ده اولا مش اول درس عندنا في سكندري 3. طيب انا ما ابتديتش ليه باول درس، هنقول دلوقتي. انا عايزه بس الاول قبل ما اتكلم بقى على المنهج بتاعنا ونعرف يعني ايه immune system، عايزه بس اعرفكم احنا عندنا في سكندري 3 كام يونتس. احنا عندنا 2 يونتس، يونت 1 يونت 2، تمام. ويونت 1 اكبر من يونت 2. يونت 1 هنكمل فيها السيستمز اللي احنا اخدناها في سكندري 1 وسكندري 2، لان البيولوجي عندنا ماده تراكميه زي اي ماده، يعني اللي ذاكرناه في سكندري 1 لازم هيتراكم في سكندري 2 ولازم عندنا في سكندري 3. هنكمل في يونت 1 عندنا باقي السيستمز اللي هي موجوده فين؟ موجوده في الليفنج اورجانيزمز اللي هي في البلانتس والانيمالز والهيومن. يونت 2 بقى هنتكلم على الدي ان اي والار ان اي اللي احنا درسنا منه جزء برضو في سكندري ايه؟ في سكندري 1، بس هنلاقي ان يونت 1 اكبر من يونت ايه؟ من يونت 2. طيب الاميون سيستم مش اول درس عندنا، احنا المفروض اول درس عندنا في يونت 1 السكيلتال سيستم، بس انا حبيت اتكلم بالذات على ده وهتعرفوا ليه دلوقتي. طيب انا عايزه بس الاول اقول لكم هي بيولوجي عامه يعني ايه. كلمه بيولوجي الماده بتاعتنا اللي هي البيولوجي دي very important، مش عشان الدراسه بتاعتنا في سكندري 3، لا هي مهمه في حياتنا. طيب مهمه في حياتنا ليه؟ لان البيولوجي دي عباره عن انفورميشن، يعني هي على الرغم ان هي ماده تقيله في المعلومات بتاعتها، انا دايما اقول للطلبه بتاعتي انها ماده رغايه، عامله زي ما حد صاحبنا كده يمسكنا يقعد يرغي معانا كتير لان هي مليانه معلومات. بس انا عايزه افسر لكم معناها جه منين. هي البيولوجي حتى في مقوله معروفه بتقول دايما ان البيولوجي از لايف. ليه قالوا على البيولوجي بالذات ان هي لايف؟ بيكوز اتس ستادي ايفري ثينج اراوند اس، يعني هي بتخلينا ندرس الحاجات اللي حوالينا خصوصا الليفنج اورجانيزم. من مين؟ من بلانتس، انيمالز، وطبعا احنا هيومز. اوكي، طب هو احنا عايشين اصلا في العالم لوحدنا؟ يعني احنا ده بس اللي موجود في العالم؟ لا طبعا، احنا عندنا في سمول ليفنج اورجانيزمز عايشه معانا، تمام، اللي هي من ضمنها الدنيا مقلوبه عليها الفتره دي، اللي هو فيروس ايه؟ فيروس كورونا. لان احنا انا دلوقتي وانا واقفه حواليا في بكتيريا وفي فيروس والكلام من ده، فدي برضو ليفنج اورجانيزمز عايشه معانا، بس مش زي البلانتس ولا انيمالز ولا هيومنز. ليه بقى؟ الفرق في الاستراكشر بتاعها. يبقى انا عايزه دلوقتي نتكلم على الاستراكشر بتاعها، بس اكمل لكم بس الكلام على الايه؟ البيولوجي. يبقى البيولوجي It is the study of the living organism. جه اصلا المعنى بتاعها هي اصلا جايه من كلمه جريك مش انجلش، كانوا بيقسموها تو بارتس. البارت الاولاني
بايو يعني معناه لايف، والاذر بارت اللي هو السكند بارت ده معناه ستادي اوف ليفينج اورجانيزمز. فهي جت من كده اللي احنا بنعمل ستادي لكل الليفينج ايه اورجانيزمز. طيب البيسك يونت للبيولوجي عامه اللي هي السيل، وبناخدها من واحنا صغيرين، يعني من واحنا صغيرين في ماده الساينس لازم كل سنه يقول لي السيل دي يعني ايه. السيل دي اتس لايك بلوك او لايك بريكس، يعني ايه؟ يعني احنا البادي بتاعنا او البادي بتاع البلانتس او بتاع الانيمالز او الهيومنز لايك بيلدينجز، يعني عامل زي المبنى او عامل زي الايه؟ زي العماره. تمام. بيبقى مبني من طوبه واحده؟ يعني المبنى بتاعنا مبني من طوبه واحده؟ اكيد لا، احنا بنجيب ايه؟ بنجيب سمول بريكس توجذر جنب بعض كده عشان نبدا نبني ايه مثلا؟ ذا وول. تمام؟ والكلام ده على فكره مش مهم للسكندري 3 بس، ده مهم للسكندري 1 و2 كمان. يعني دي تعتبر زي ريفيجن. فانا كده جبت السيل اللي جاياها مين بقى عشان تبني البيلدينجز اللي هي السمول بريكس او السمول بلوك عامه، يعني مش هتفرق اللي هو الطوب الاحمر. انا بدات ابني ايه؟ بدات ابني وول. طيب جبت وول مع بعض عملت فلاتس، طيب فلاتس مع بعض بدات اعمل ليفلز بقى ادوار وعملت البيلدينج بتاعي. فسبحان الله احنا البادي بتاعي انا وبتاع الانيمالز والبلانتس لايك بيلدينجز. برضو في يونت صغيره اللي هي البيسك يونت بتاعه البيولوجي اللي هي اسمها ايه؟ اسمها السيل. بس الفرق ما بين السيل والبريكس، اي كان سي ذا بريكس باي نيكد اي، انا اقدر اشوف الطوبه بعيني عادي، يعني لو كسرت اي حته دلوقتي هشوف البريكس. لكن السيل، وده اللي انتوا درستوه في سكندري 1 او اللي داخل سكندري 1 هيدرسوا، السيل ات از ذا بيسك يونت اوف اور بادي، او ممكن نقول عليها برضو It is the building unit of our body. يعني هي very small. والفرق بقى ما بينها وما بين دي I can't see by naked eye، يعني ما بشوفهاش بعيني، امال بشوفها بالايه؟ بشوفها بالمايكروسكوب. وده اللي انتوا درستوه في سكندري 1 او اللي داخل سكندري 1 هيدرسها. يبقى انا الفرق بين دي ودي ان دي بشوفها لكن دي ما بشوفهاش. طب انا لو جبت السيل بتاعت البلانتس او الانيمالز او الهيومن، تمام، حطيتها تحت المايكروسكوب، هلاقيها حاجه فاضيه كده زي دي ولا جواها حاجات؟ لا جواها حاجات. تمام؟ جواها حاجات بقى بنسميها ايه؟ بسميها اورجانيلز. والاورجانيلز دي consists of molecules. والmolecules consists of atoms. دي كلها حاجات اتدرست في سكندري 1. يبقى انا البيزك يونت بتاعتي السيل. طب انا بقى لو عايز اعمل زي العماره، يعني عايز اعرف جروب اوف سيلز هتعمل لي ايه؟ المفروض كده جروب اوف سيلز، المفروض بقى ان هي ويل ميك ايه؟ ويل ميك تيشوز. تمام؟ طب جروب اوف تيشوز ات ويل ميك اورجانز. طب جروب اوف اورجانز ويل ميك اور بادي، بس قبلها بتعمل لي الايه؟ اللي هي السيستمز. يبقى هي لو قلنا من السمولست للبيجست او العكس، هي شبه الايه؟ شبه البلنج بالظبط. بس لازم نبقى عارفين ان السيل مش فاضيه، جواها حاجات كتير درسناها في سكندري ايه؟ درسناها في سكندري 1. طب يا ميس ايه الفرق برضو؟ ما قلتلناش الفرق ما بين ده ودول. الفرق بس في النمبرز اوف ايه؟ اوف سيلز. دايما البلانتس والانيمالز والهيومن ما عندهاش سيل واحده، لا احنا اسمنا مالتي سيلولر. يعني ايه مالتي سيلولر؟ يعني عندنا نمبرز كتير جدا من السيل. امال دول؟ لا دول كونسيستس اوف وان سيل، يعني فيروس كورونا اللي مجنن الدنيا كلها في الفتره دي هو سيل واحده وما احناش شايفينه. بس رغم كده ده يدل لنا قد ايه ان السيل دي رغم ان هي بيسك يونت وفيري سمول بس مهمه جدا. يعني ده سيل واحده بس شفته عامل ايه في الدنيا كلها. او البكتيريا عامه، البكتيريا عامة في منها اليوسفول المفيد وفي منها الهارمفول. المفيد اللي عايش معانا او زي البكتيريا اللي في الزبادي، ما الزبادي في نوع من انواع البكتيريا بناكلها بتبقى مفيدة بس في منها الضار. يبقى ده consists of one cell فبقول عليها unicellular. اوكي؟ يعني فيها 1A cell، وده يبين لي قد ايه ان السيل دي مهمة. هي مش عبارة عن building unit بس، لا ده ليها importance وfunctions كتير جدا. فاحنا لازم كل سنه ما نتكلم على البيولوجي لازم نتكلم على السيل عشان هي البيسك ايه؟ البيسك يونت. طب يا ميس
نرجع بقى للتوبيك بتاعنا. اور توبيك توداي اميون سيستم. سيستم يبقى تبع انهي واحده من دول؟ تبع السيستمز دي. طيب احنا عندنا البلانتس او الانيمالز او الهيومنز عندهم سيستمز، بس دايما هتلاقوا ان الانيمالز والهيومن شبه بعض، لكن البلانتس السيستمز بتاعتها بتبقى ايه؟ بتبقى مختلف. مختلفه شويه. طب افكركم برضو، السيستمز اللي موجوده في جسمنا وفي جسم الانيمال خدنا منها طول ما درسنا البيولوجي، مثلا عندنا السنه اللي فاتت خدتوا ايه؟ خدتوا الدايجستيف سيستم، تمام؟ هديكوا بس اكزامبلز بسيطه. عندنا نمبر 2 ريسبيراتوري سيستم. طب ايه الفرق؟ لو مين فاكر بقى الدايجستيف طبعا اللي هو ريسبونسبل فور ايه؟ دايجست اند ابسوربس فود. طب الريسبيراتوري، ريسبيراتوري هو التنفس، ريسبونسبل فور ايه؟ بريثنج. وعندنا كمان السيركيلاتوري واليورناري سيستم، وهتاخدوا السنه دي اللوكوميتري برضو ايه؟ سيستم في اول تشابتر عندنا في يونت 1. طيب عامه السيستمز بتاعتنا والاورجانز والتيشوز والسيلز احنا نعتبر فاميلي واحده، يعني ما فيش حاجه من دول بتشتغل لوحدها كده، لا لازم احنا كلنا كده بتشتغل ايه؟ بتشتغل مع بعض. انسايد ايه؟ هيومن بودي او انيمالز او بلانتس. بس للاسف احنا زي ما قلنا احنا مش عايشين لوحدنا، احنا حوالينا ايه؟ حوالينا الفيروس والبكتيريا. يعني انا دلوقتي وانا واقفه بكلمكم انا حواليا على فكره فيروس وبكتيريا، بس انا مش عارف، انا مش شايف، انا قلت ان انا ما بقدرش اشوفها بايه؟ بعيني. يبقى انا البادي بتاعي every day is under attack، يعني تحت ايه؟ تحت هجوم، في حاجات بتهاجمه. احنا بالنسبه لهم زي وجبه حلوه كده، عايز يهاجم ايه؟ عايز يهاجم جسمنا. فمن هنا ربنا خالق لنا الاميون سيستم اللي هو بقى الكلمه الشائعه بتاعته اللي هي ايه؟ جهاز المناعه. المناعة. انا حبيت اختار الدرس ده بالذات لان الدرس ده بالذات مش مهم بس عشان سكندري 3، لا هي مهمه في حياتنا خصوصا الفتره الصعبه اللي احنا فيها دي، ومهم كمان للناس ان شاء الله اللي هتخش كليه علميه لازم بياخدوا الاميون سيستم ده تاني، طب، صيدله، اسنان، علوم. فللاسف في ناس كتير بتطلع من ثانوي مش فاهماه، لان هم حاطين زي ما قلت لحضرتك كده في الاول في دماغهم ان ده حفظ بس، لكن ده فهم. فانا حبيت اختار الدرس ده عشان كده. يبقى الاميون سيستم ات از ا بروتكشن، يعني معمول ايه؟ تو بروتكت. بروتكت مين؟ البلانتس بادي والانيمالز بادي والهيومن بادي. يحمي ده كله من مين؟ ان هو في بقى ثريتس، في ثريتس حوالينا، اور بادي اكسبوزد تو ا لوت اوف ثريتس لايك فيروس، لايك بكتيريا، لايك فانجاي، بيرزايت، كل دي حاجات حوالينا عايزه تهاجم جسمنا. شبه ايه؟ شبه مثلا ما يبقى في بلد دايما عليها العين زي مصر، بلد دايما عليها العين، فممكن يجي لنا اي هجمات من اي حته. طب احنا بنتصرف ازاي بقى في الوضع ده؟ بنتصرف ان احنا طبعا عندنا الجيش بتاعنا. يبقى الاميون سيستم بتاعنا لايك ايه؟ لايك اور ارمي، شبه الايه؟ شبه منظمه الامن او الجيش الدفاع بتاعنا. بتاعنا الدفاع. بالظبط كده. فربنا خلق لنا جوه جسمنا السيستم ده بالذات. طبعا ليه اورجانز برضو، ما انت هتفككه بقى كده، برضو ليه اورجانز وليه تيشوز وليه ايه؟ ليه سيلز. تمام؟ بس في بقى فرق ما بين الاميون سيستم وباقي السيستمز اللي في جسمنا. لازم نخلي بالنا من الفرق ده عشان دي حته ممكن تكون تريكي شويه بيجي عليها سؤال. طب تعالوا نشوف كده ايه الفرق ما بين الاميون سيستم وباقي الايه؟ وباقي السيستمز بتاعتنا. يبقى احنا بس اول حاجه كده عرفناها الفانكشنز، نكتبها بس كده. خلي بالكم اي سيستمز لازم بنعرف ايه الفانكشنز بتاعته، او ممكن نقول عليها برضو ديفينيشنز. اوكي، لازم نعرف الاستراكشر، التركيب بتاعه، يعني الاورجانز، التيشوز، السيلز. نعرف السايد بتاعه او اللوكيشن، يعني مكانه ايه؟ مكانه ايه؟ طيب نقول الفانكشنز او الديفينيشنز الاول. الاميون سيستم it is a system that ايه؟ that protect our body from the pathogens اللي هي البكتيريا والفيروس والكلام ده and foreign bugs that try to enter your ايه؟ that try to enter your body. طيب انا دلوقتي انا عندي الجيش بتاعي بتاع بلدي والامن وكل حاجه، يعني احنا عندنا جيش على الحدود وامن وظباط جوه، حتى بيوتنا في حارس العماره، المول في امن، الكلام ده. فانا طيب الفريق بتاع الاميون سيستم بيعمل ايه؟ ما هو وظيفته ان هم كلهم يعملوا ايه؟ يعملوا بروتكشن. بس انا قلت لكم في فرق ما بين الاميون سيستم وباقي السيستم. مثلا خلينا في الدايجستيف سيستم،
احنا قلنا responsible for ايه؟ digest food and absorbs food. طيب احنا بناكل منين؟ بناكل مثلا من الماوس. تمام؟ يعني the food enter your body through mouth. بعدين يعدي على ايه؟ بيعدي هنا المنطقه دي اللي هي الفارانكس. الفارانكس دي كومن كافيتي. كومن كافيتي يعني ايه؟ يعني كومن كافيتي ما بين الدايجستيف والريسبيراتوري. ليه؟ لان هي مكان مشترك بيعدي الفود منه. طب الريسبيراتوري بيعدي منه ايه؟ الاير اللي هو مين؟ الاكسجين. طيب بعد كده انا مثلا عندي الماوس اهي، ممكن نرسمها. انا مثلا اكلت من هنا اهو، الاكل داخل من هنا هيعدي بعد كده على الفارينكس، وبعدين it will pass through a tall tube. في عندنا هنا كده انبوبه طويله اللي هي اسمها ايه؟ اسمها السوفيجاس. تمام؟ وفي جنبيها واحده تانيه بتاعت الاير. ما هو الاكل الفود والاير بيجي هنا يلتقوا مع بعض في الكومن كافيتي اللي انا قلت لكم اسمها ايه؟ اسمها فارينكس. بس يبداوا يتفرقوا. طيب بيتفرقوا ليه؟ ما هو واحد بيروح للايه؟ للدايجستيف سيستم، الفود يدخل للدايجستيف سيستم، والاكسجين يدخل عند مين؟ يدخل عند بقى التيوب الثانيه اللي هي اسمها تريكيا او القصبه الهوائيه زي ما اسمها برضو الايه؟ بالعربي معروف. يبقى هما بيبداوا هنا يتفرقوا. طيب بعد كده بنلاقي ان الاسوفيجاس دي كونكتد ويز ايه؟ ويز ستومك. هي المعده بتاعتنا. وبعد كده بقى السمول انتستن واللارج انتستن، بدون ما ادخل في تفاصيل الحاجات دي كده كده احنا عارفينها. طب انت يا مستر بتشرحي الكلام ده ليه؟ لان انتوا زي ما انتم شايفين الاورجان اللي هو الماوس كونكتد ويز اسوفيجاس كونكتد ويز ستومك، يعني كلهم متصلين ببعض عشان الاكل ما يستحبش بقى يروح في حته ثانيه. هنا نفس الكلام، انا لو الاير دخلت من هنا من النوز الاكسجين هيعدي برضو بمين؟ بالفارانكس، وبعدين يعدي بالكاردريجز رينجز اللي هي مين؟ اللي هي تريكيا. وبعد كده هلاقي التريكيا دي بتتقسم لايه؟ بس طبعا من فوق مش من عند الاستومك، من هنا كده بتبدا ان هي تنقسم لتو تيوبس كده وكده، عشان التو ايه؟ التو لانجز بتاعتنا بتتقسم بقى لبرونكاي برونكيولس. مختصر الكلام اللي انا عايزه اقول لكم ان السيستمز اللي هي الدايجستيف او الريسبيراتوري الاورجانز بتاعتها كلها كونكتد توجذر. يعني ايه كونكتد توجذر؟ يعني مش كل حاجه في حته، زي ما ايدي اهي متصله بالشولدر بتاعي. فانا عندي الماوس كونكتد ويز اسوفيجاس connected with the stomach connected with the small intestine وهكذا. طب immune system؟ لا، الاميون سيستم بتاعنا scattered. يعني ايه scattered؟ separated، يعني كل organ موجود في حته مش متصل بالتاني. فلازم نخلي بالنا من الحته دي عشان ممكن يجي يقول لي عليها سؤال. طب نشوف مثلا يجي عليها سؤال ازاي. يقول لي مثلا choose، يقول لي ايه؟ زي immune، لا مش زي اميون، احنا كده قلنا الاجابه قبل ما نقول السؤال. طيب يقول لي ايه مثلا؟ يقول لي the system that their organs are scattered، يعني متفرقه، او ممكن نقول عليها separated، يعني الاثنين نفس المعنى. ماشي. ويديني بقى شويه ايه؟ يديني شويه اختيارات. اختيارات choices عندنا، يقول لي مثلا digestive respiratory اوكي، وطبعا الاميون سيستم. فطبعا احنا في الحاله دي هنختار ايه؟ في الحاله دي طبعا هنختار ايه؟ الاميون سيستم. خلاص، يبقى الفرق الوحيد ان السيستمز كلها الاورجانز كونكتد توجذر، لكن هنا دي نوت كونكتد، بس طبعا كونكتد ان ايه؟ ان فانكشنز. لازم متفقين على حاجه واحده، هدف واحد. زي ما الجيش بتاعنا هو هدفه يحمي البلد، فدي برضو هدفها البروتكشن. يبقى هي بس الاورجانز اللي متفرقه، لكن الايه؟ الفانكشنز بتاعتها كلها ايه؟ كلها واحده. جميل. تمام. فده برضو من ضمن الحاجه اللي ممكن تجل. طب يا ميس، هو الاميون سيستم ده موجود في البلانتس والانيمالز؟ يعني بلانتس والانيمالز زينا كده اندر اتاك افري داي اكسبوزد تو ا لوت اوف ثريتس. ايوه، يعني كل يوم البلانتس والانيمالز برضو متعرضه لحاجات ممكن تصيبها. يعني بيجي لهم امراض برضو، بيدخل لهم بكتيريا وفيروس. دايما في البيولوجي هتلاقوا الحاجات بتاعت الانيمالز والهيومنز اسهل من البلانتس. ليه؟ لان ده جسمنا، فاحنا بنبقى متخيلين شويه او عارفين ايه اللي بيحصل شويه. اللي بيبقى صعب عليكم شويه البلانتس، عشان انتوا مش قادرين
تدركوا ايه اللي جواه او دنيته ماشيه ازاي. جميل. فانا لما هكلمكم النهارده هكلمكم على الهيومن، البلانتس دي هنخليها مره ايه؟ مره تانية. يبقى احنا هنكمل الاميون سيستم بس ان ايه؟ ان مان او ان هيومن. animals. طيب احنا بنسمي الاميون سيستم برضو ممكن نقول عليه ايه؟ ممكن نقول عليه ليمفويد سيستم او اللي هو الليمفاتيك سيستم. يعني ليه اسمين، حتى انتوا درستوا السنه اللي فاتت اللي هو الليمف اللي هو ليكويد موجود عندنا ايه؟ عندنا في جسمنا. طيب تعالوا نتعرف كده على الاستراكشر او الاورجانز اللي انا قلت لكم عليها سيباريتد. نرسم تاني ونشوف كده مع بعض. عايزه اوريكم بس الاماكن بتاعتها في جسمنا، هي طبعا سيباريتد. مثلا عندنا حاجات كده بتبقى لايك دوتس وطالع منها فيزلز، دي بنقول عليها ليمفاتيك نودز. يبقى احنا كده بنتكلم على الايه؟ الاستراكشر او الاورجانز بتاعت الاميون سيستم. التيوبس اللي طالعه منها دي بقول عليها ليمفاتيك فيزلز. هلاقيها بتتكرر تاني، يعني هنا برضو فيها هنا موجوده اللي هي اندر ارمبيتس تحت هنا، عشان كده حتى ساعات يعني يقولوا لنا ايه مثلا بلاش نستخدم مثلا الديودرنت والحاجات اللي هي ممكن تمنع العرق عشان الجزء ده بالذات، عشان هنا عندنا الليمفاتيك نودز. تمام، عندنا هنا جزء برضو اورجانز هنبدا نتعرف عليه اللي هو السبلين اللي هو الطحال. تمام، هلاقي برضو ان دي بتتكرر برضو موجوده هنا تاني اسمها الليمفاتيك نودز والليمفاتيك فيزلز. وعايزين نشوف حاجه جوه البونز بتاعتنا، يعني دي كانها بونز كده، انا لو كسرت البونز بتاعتي هلاقي جواها سبستانس كده بتحشي البونز نفسها، يعني العظمه نفسها. حتى انتوا ممكن تشوفوها على فكره لو ماما جايبه مثلا فرخه مره في البيت، بس قبل ما تستوي لو كسرنا العظمه جوه هلاقي جواها حاجه ماده محمره كده او نبيتي غامقه، دي اسمها ايه بقى؟ عشان دي موجوده عندنا برضو اسمها بون مارو. تمام، ودي فيري امبورتنت عشان هنتكلم عليها كتير النهارده. فانتوا زي ما انتم شايفين وعندنا هنا برضو اللي هي الابندكس، دي برضو من ضمن الايه؟ الاورجانز. زي ما انتم شايفين اهي مش كونكتد توجذر، اهي دي حاجه هنا وحاجه هنا وحاجه هنا وحاجه هنا، زي ما انا قلت لكم سيبريتد، بس كلهم معتمدين على نفس الايه؟ فانكشن واحده بتاعتها. الفانكشنز الواحده بتاعتها. طيب الحته دي ممكن يجي لنا عليها سؤال بس انا مش هقوله دلوقتي، بس انا بقول لكم يعني عشان هي لازم يكون الدرس خلص، ان هو ممكن يجيب لك الرسمه من غير الليبلز اللي عليها. طبعا انتوا ما بقاش عليكم ان انتوا ترسموا، النظام القديم كانوا لازم يرسموا بايديهم ودي كانت مشكله كبيره لان في ناس كتير ما بتعرفش ترسم، فهو لا بيجيب لك الرسمه ويشيل من عليها الليبلز ويبدا يسالك مثلا ده اسمه ايه او وظيفته ايه، بس مش هنتكلم عليها النهارده عشان لازم نكون مخلصين الايه؟ مخلصين الدرس. نكمل بقى مع بعض الاورجنز بتاعت الاميون سيستم. اول حاجه عندنا اللي هي الليمفاتيك اورجنز. نمبر 2 عندنا فاكرين الوايت بلاد سيل؟ ايه الوايت بلاد سيل؟ احنا مش المفروض بيمشي جوه جسمنا اللي هو تبع السيركيلاتوري سيستم البلاد الدم بتاعنا؟ طيب انا هما ليه بيعملوا لي اصلا تحليل دم؟ لان البلاد ده مش ليكويد كده وخلاص، يعني هو مش من كومبوننت واحد، لا هنلاقي ان هو بيكون من فور ايه؟ فور كومبوننتس اللي هي ايه؟ الريد بلاد سيل، وعندنا الوايت ايه؟ الوايت بلاد سيل اللي هي كرات الدم البيضاء والحمراء والكلام ده، والبلازما، والبلاد ايه؟ بليتلس اللي هي الصفائح الايه؟ الدمويه. فلو تفتكروا كده من واحنا صغيرين في الساينس كان يقول لك الوايت بلاد سيل دي ايه؟ اتاك ذا مايكروبس، يعني هي بتهاجم الميكروبات اللي بتدخل في جسمنا، دايما نقول عليها دي ايه؟ الجيش بتاعنا او المناعه. فعشان كده طبعا احنا حطيناها هنا من ضمن الاميون ايه؟ الاميون سيستم. تمام؟ وعندنا كمان حاجه هنتكلم عليها، طبعا احنا مش هنتكلم على كل ده النهارده، حاجه اسمها انتي بوديز. تمام؟ وحاجه برضو عندنا اسمها اسيستنج كيميكال.
substances. وعندنا حاجة برضو اسمها microphages، تمام. وآخر حاجة اللي هي الليمفوسايتس. أنا النهاردة هكلمكم على دي، تمام، ودي. إن خلي بالكم الشابتر ده طويل طويل ومهم، تمام، ولازم يتفهم. أنا بقول تاني لازم يتفهم، اللي مش هيفهم يا جماعة مش هيعرف يحل، ما بقاش فيه بقى الحفظ وخلاص. يبقى أنا هكلمكم على ده وده النهارده بس. احنا خلاص كده اتعرفنا على الاورجانز او الاستراكشر، هم دول كلهم، عشان ممكن يجي لي عليا سؤال. طب يجي عليا سؤال ايه؟ زي ما انا قلت لكم لازم تتدرجوا في الاسئله، يعني تحلوا ايه، ما تحلوش السهل بس ولا تحلوا الصعب بس، لازم تتدرجوا كده من الاسهل للاسهل، قصدي للاصعب فالاصعب، تمام. بس بلاش النهارده ناخد حاجات صعبه، خلينا في الحاجات الايه السهله. ممكن يقول لي تشوز مثلا، يقول لي ايه، يقول لي all the following from the immune system except، يعني جايبي شويه تشويسز كده ويقول لي دول كلهم تبع الاميون سيستم ما عدا. مثلا يحط لي هنا كده الليمفو سايتس، تمام، يحط لي مثلا الماكرو فاجس، ولسه هنفهم طبعا دول ايه، يحط لي الانتي بوديز، وبعدين يروح حاطط لي بقى واحده مش تبعهم اصلا، يحط لي هارت مثلا، لونجز، اي حاجه، يعني اي حاجه، المهم ان هي تبقى ايه مش تبعه. يبقى احنا ساعتها طبعا هنختار ايه، هنختار دي، لان احنا زي ما قلنا ده تبع الاميون ايه، الاميون سيستم. طيب انا قلت لكم دي مهمه قوي، تركزوا معايا عشان احنا هنرجع ليها ايه، هنرجع ليها تاني. نبتدي كده بأول حاجة قلنا هنتكلم عليها دلوقتي اللي هي ايه؟ lymphatic organs. طيب نرجع لدي، مش احنا قلنا any systems consists of organs then tissues then cells، تمام. فالأورجان اكيد فيه tissue، طب انا عايزة اللي بعد التيشيو اللي هي ايه؟ السيلز. يبقى اي organs اكيد هيعمل produce للايه؟ للسيلز، يعني هيبقى فيه سيلز او هيطلع سيلز. طب السيلز اللي هنا اسمها ايه على نفس الاسم؟ هنقول عليها برضو ايه؟ هنقول عليها lymphatic cells. خلاص؟ يبقى انا lymphatic organs فيها large number of ايه؟ of lymphatic cells. فيها عدد كبير من lymphatic ايه؟ lymphatic cells. طب انا عايزة اكلمكم على البون مارو. بون مارو. تعرفين ده اسمه ايه اللي هو الشائع اللي احنا بنسمعه في حياتنا؟ يعني في بعض الحاجات انا بترجمها وحاجات لا، اللي هو نخاع العظم. نخاع العظام هو ده، هو ده البون مارو. طب انا زي ما قلت لكم it is a substance that fill the bones، بس هي مش موجوده في كل البونز. هي موجوده في بونز معينه، طب موجوده فين؟ هنلاقي ان هي موجوده في نوع من انواع البونز، ودول ان شاء الله انتوا هتدرسوها اصلا برضو السنه دي، بس في اول شابتر في عندنا فلات بونز، وفي عندنا لونج بونز. طب ايه يا مس الفرق بين دي ودي؟ ما هي فلات بونز يعني مفلطحه عريضه شويه، لونج يعني طويله، تمام. طب تعالوا كده اقولها لكم بالترتيب، يعني من اول راسنا. هي هنا عندنا في الهيد بتاعتنا في ايه؟ في السكال اللي هي جواها مين؟ تو بروتكت ذا برين. يبقى احنا اول بونز فيها بون مارو اللي هي مين؟ السكال. طيب ننزل تحت شوية، عندنا العظمتين اللي بتبقى هنا دي اللي هي اسمها ايه؟ كلافيكال. طيب ننزل تحت شوية اللي هي تبع الريسبيراتوري سيستم اللي هي بروتكت ذا لانجز اند ذا هارت، اللي هي ريبس او ريب كيج اللي هي عظام القفص الايه؟ الصدري. ما دي كلها فلات ومتصلة بورا بايه؟ هي مش قدام بس على فكرة، يعني هي مش عظم طاير كده. لا هي طبعا متصلة بايه؟ متصلة بورا طبعا بالفيرتبرال ايه؟ كولم اللي هو العمود الفقري بتاعنا. يبقى نكتب هنا كده ريبس، او ممكن نقول عليها ريب كيج، وده هتدرسوه بالتفصيل زي ما قلت لكم في فيرست تشابتر، والفيرتبرال كولن اللي هو العمود الفقري، لان هي بصوا هتلاقوها عامله كده
ممكن برضو نرسمها ونشوفها. بصوا هي بتبقى ليها كيرف كده، وهتعرفوا النمبرز بتاعها والعدد بتاعها ومعرفش ايه، بس الكلام ده في تشابتر 1. وعندنا برضو ده نوع من انواع العظم اسمه سترنيوم. طب هي مش طايره كده يعني، هي ربنا مش خالقنا دي طايره كده، لا هي من ورا هنلاقيها كونكتد مع الفرتبرال ايه كولم، وهتفهموا ده اكتر. هتلاقوا ان في اتنين بس منهم هم اللي ايه، هم اللي طايرين. يبقى دي كلها الفلات بونز اللي موجود فيها. طب اللونج بونز زي ايه؟ زي مثلا التيبيا، الفيمر، الهيومرز اللي هي العظم بتاعنا اللي هو هنا مثلا بتاع الايد او بتاع الايه بتاع الرجل. ده طبعا لونج مش فلات، يعني ده طويل مش ايه، مش رفيع. طيب احنا يبقى احنا كده عرفنا ايه، احنا قلنا اي حاجه لازم بنعرف لها ايه السايت، صح؟ خلاص عرفنا مكانها. طيب فاضل نعرف ايه، نعرف الفانكشنز وظيفتها. وظيفتها ايه البون مارو؟ مش انا لسه قايله لكم من شويه ان مثلا الجيش بتاعنا لازم بيبقى ليه ايه افراد بقى، الجيش الضباط. طب وفي ايه، في بقى الذخيره والسلاح والكلام ده. فانت برضو جوه الجسم بتاعك زي في فاكتورز كده، هي اللي بتعمل ايه، بتعمل بروديوس للسبستانس اللي هي هتحارب لي الفيروس والايه والبكتيريا. ما انت لازم، انت داخل حرب دلوقتي، انت الادوات كل يوم الادوات اللي بتستخدمها بالظبط كده. فمن ضمن الحرب اللي موجوده انت ليك اورجانز بتحارب، وده اللي احنا هنفهمه لسه برضو مع بعض في الليسون الجاي. اللي احنا مثلا عندنا في جسمنا في 3 ديفنس لاين، يعني عندنا 3 خطوط دفاع، زي ما احنا مقسمين في بلدنا كده خطوط الدفاع برضو. فاحنا برضو عندنا في جسمنا 3 خطوط دفاع. ابسطها الفيرست لاين اللي بيحارب، ابسط حاجه السكين بتاعتك، جلدك. جلد. يعني ده يعتبر سد منيع، اول مرحله. اول مرحله البكتيريا عايز تدخل، اول حاجه هتقابلها ايه، السكين بتاعتك. طب لو انت بقى مجروح فيه بقى، ووند، جرح او كده، ده خلاص بقى انت كده فتحت لها الباب، يعني انت بتقول لها اهلا وسهلا. تمام. عشان كده دايما نقول لازم نطهر على طول بالكحول، والفتره اللي احنا فيها على طول لازم الكحول، ونغسل ايدينا والماسك والكلام ده، عشان نعمل سد كمان مع الايه، مع الحاجات اللي في جسمنا. بس احنا مش هنقولها برضو النهارده، ان الباب ده كبير جدا ومتفرع. يبقى نرجع تاني للفانكشنز، دي تعتبر زي فاكتورز. طب فاكتورز يا مس هتطلع لي ايه، هتعملي بروديوس للايه، هتعملي سوري بروديوس لاول حاجه للريد بلاد سيل احنا لسه قايلينها من شويه، والوايت بلاد سيل، تمام، وكمان البلاد بليتلتس. يبقى هما دول الاساس في الايه، في الثلاث حاجات دي. يبقى احنا كده خلصنا الايه، خلصنا البون مارو. طيب عندنا واحده كمان، حاجه كمان بقى غير البون مارو هنرجع نتكلم عليها هنا، حاجة اسمها ثايمس، ثايمس جلاند. برضو انتوا عندكم تشابترز هيتكلم على الجلاندز والهرمونز والكلام ده، فعشان كده لما تيجوا تذاكروا، يعني نصيحة مني، ما نذاكرش مثلا التشابتر بتاع الاميون ونقول مثلا ملوش دعوة بالتشابتر 1 ولا 2 ولا 3، لأ. هو على فكره في الامتحان عشان يعرف انت فاهم ولا لا، لازم هيربط لك، هيجيب لك سؤال يربط لك كل التشابترز مع بعض. فانت ما تقولش ان الجلاندز دي ده تبع الهرمونز يبقى انا مش هحطها هنا، لا مفيش حاجه اسمها كده، كله كونكت مع بعض. طيب الثايمس جلاندز دي بقى مكانها فين؟ انا لسه راسمه لكم ده قلت لكم اللي هو ايه، اللي هو الريب كيج او الريبس بتاعنا. طيب هو بيعمل كونكت، بيعمل قصدي بروتكت لمين؟ للتو لانجز بتاعتنا. طيب فانا عندي ادي التريك اهي اللي احنا كنا رسمينها من شويه، بيحصل لها طبعا برانشز، تفرعات بالشكل ده. لازم كده. طيب احنا الهارت بتاعنا المفروض موجود فين؟ بيبقى مايل ناحيه الشمال ايه شويه هنا مثلا، يعني رسمناه بس كروكي كده عشان ما نضيعش وقت في في الرسم ده. مثلا ادي الهارت اهو، انا برسم لكم المكان ده ليه، لان هي الثايمس جلاند هنا يعني اباف الايه الهارت، فوق الايه، فوق الهارت وما بين الايه التو لانجز. وطبعا التريكيا برده موجوده ايه، موجوده عندها، يعني هي عباره عن حاجه هنا كده، ممكن حتى نعملها باللون ده.
اي حاجه كده عشان نميزها، يبقى دي الايه thymus glands. طيب، طب احنا عرفنا اللوكيشن بتاعها وتمام. طيب الثايمس جلاندز دي بقى الفانكشنز بتاعتها ايه؟ خلاص احنا عرفنا السايد بتاعها، الفانكشنز بتاعتها ايه؟ انا لسه قايله لكم ان الجلاندز دي المفروض تبع التشابتر هو اسمه ايه، هرمونز. يبقى هي لازم هتعمل سكريشن لايه، لهرمون معين، ما احنا جسمنا فيه هرمونات. طيب هي هتعمل سكريشن لهرمون اسمه ايه؟ يعني نفس الاسم، يعني علموا الحاجه يعني، وانتوا بتذاكروا كده ذاكروا بذكاء، اللي انتوا ايه تفهموا الحاجه وتربطوها. فهي اولها التي اتش، فهي برضو السكريشن للهرمون اسمه ايه؟ ثايموسين، يعني نفس الاسم، مش حاجه بعيده. طيب ليه وظيفه؟ اه طبعا ليه وظيفه مهمه جدا. احنا عندنا في نوع من انواع السيلز اسمها ليمفويد او ليمفاتيك استيم، دي بالعربي برضو اسمها الخلايا الجذعيه، بنسمعها كتير يعني، ممكن تكونوا بتسمعوها خصوصا الناس اللي بتحب تعالج بشرتها شعرها، في حاجه كده تبع الحاجات دي اسمها الخلايا الجذعيه. طب يعني ايه اصلا خلايا جذعيه؟ هي كده لسه ملهاش دور في الاميون سيستم، هي تعتبر خام، او تعتبر اقول لكم زي ايه مثلا عشان تفهموها. يعني مثلا انا لسه اهو متخرجه من الكليه، مش لازم يبقى عندي شويه كواليفيكيشنز تاهلني ان انا اشتغل، فهي تعتبر دي كده لسه خام، لازم تمر بمرحله ايه، مرحله زي ماتيوريشن كده اللي هي تنضج عشان تبدا يبقى ليها دور في الاميون ايه سيستم. فمين اللي بيساعدها على كده؟ هو الثايموسين ايه هرمونز. طيب بيحولها لايه بقى؟ يعني هي خلاص بقى يعني كبرت كده وبقت مؤهله، بيحولها لنوع من انواع السيلز اسمها تي سيلز، دي بقى ليها دور ساعتها في الاميون ايه سيستم. يبقى هي لازم ايه؟ لازم تعدي على الماتيوريشن انها تنضج وايه؟ تنضج وتكبر عشان تتحول للتي سيلز. انا بقى عايزه اعرفكم التي سيلز دي عشان مهمه جدا جدا جدا. تعالوا كده نشوف ايه هي التي سيلز. التي سيلز دي مش نوع واحد، مش انا قلت لكم ان انا المفروض هكلمكم كمان على الليمفوسايتس. ايه هي الليمفوسايتس دي؟ الليمفوسايتس دي تايب من الوايت بلاد سيل، يعني نوع من انواع الايه، نوع من انواع الوايت بلاد ايه، الوايت بلاد سيل. طيب بس بنقول عليها ايه؟ نون جرانيول. يعني ايه نون جرانيول؟ يعني مش محببة. طيب مش موضوعنا دلوقتي. الليمفوسايتس دي المفروض ان في منها ريشيو، يعني ليها ريشيو، هي تبع الوايت بلاد سيل صح؟ طيب نسبتها قد ايه من الوايت بلاد سيل؟ لازم تركزوا في الحته دي عشان بيجي عليها اسئله كتير. الريشيو بتاعتها من 20 to 30 from the white A blood cells. خلاص يبقى تاني انا لسه عايزه اكمل لكم التي اي عشان ما حدش بس ايه يتوه مني، عايزه اكمل لكم انواع التي سيلز. بس انا عشان اكمل لكم انواع التي سيلز بقول لكم ان الليمفو سايتس تبع الوايت ايه، تبع الوايت بلاد سيل تمام كده. الريشيو بتاعتها من الوايت بلاد سيل، يعني الوايت بلاد سيل 100، هي قد ايه بقى من ال 100؟ 20. من 20 لايه؟ 30. ل 30. طيب هنلاقي اللي احنا عندنا انواع للسيلز، حاجه اسمها بي سيلز، والاستاذه اللي احنا لسه متكلمين عليها اللي هي الايه؟ تي سيلز. اللي هي تي سيلز. ماشي؟ وعندنا نوع ثالث اسمه ايه؟ اسمه ناتشورال كيلر، وهي من اسمها باين ان هي ايه؟ بتقتل. طيب البي سيلز، التي سيلز، الناتشورال كيلر سيلز، انا مين هنا قلت لكم عليه مهم قوي هتكلم عليه كتير؟ البون ايه؟ البون مارو. طب اشمعنى يا مس ده بالذات اللي هتتكلمي عليه كتير؟ انا اولا قلت لكم مكانه هنا وعرفنا الفانكشنز بتاعته. البي سيلز والتي سيلز والناتشورال كيلر سيلز
المكان بتاعهم او البرودكشن بتاعهم انتاجهم بيتم فين؟ برضو هنا، يعني هو مكانهم او السايت بتاعهم موجود في البون ايه؟ في البون مارو. فركزوا معايا في الحته دي، لو جه سالني هنا على السايت هنا او هنا او هنا هقول له فين؟ بون مارو. وهنا برضو نفس الايه؟ الكلام. وهنا برضو ذا سيم. بس اهم واحده في دول هي دي، عشان كده المفروض دي على فكره انا ما كنتش اكملها، المفروض كنت ادخل على جزئيه تانية، بس انا حبيت ان انا اربط لكم الدنيا بايه؟ ببعض. التي سيلز دي اهم واحده لان حتى الريشيو بتاعها كبير، انتوا عارفين الريشيو بتاعها بقد ايه؟ بايتي برسنتيج. طيب ودي ودي هنلاقي ان هنا دي عندنا الريشيو بتاعتها قليله من 10 ل 15 برضو برسنتيج، والناتشورال كيلر هنلاقي برضو ان النسبه بتاعتها شبه النسبه اللي موجوده هنا، يعني نفس الرينج برضو من 10 ل 15 او ممكن تكون من 5 ل 10، يعني هي تقريبا النسبه دي تقريبا بتاعتها التقريبيه. طيب في فرق بقى وحيد، هنا التي سيلز عشان تقوم بالدور بتاعها في الاميونيتي سيستم ما بتفضلش موجوده بقى في البون مارو، يعني هي تحس ان هي ايه؟ انزوحه شويه، تقول لك لا انا مش هفضل هنا، انا هنا البص، انا هنا نسبتي الكبيره، فانا مش هفضل عايشه هنا في البون مارو، انا هتنقل في حته تانية. يبقى هي هنا برضو دي التركه اللي موجوده، اللي انا التي سيلز مكانها الاصلي في البون مارو، بس عشان تدخل في الاميون سيستم لازم بتتنقل تروح ايه؟ تروح لمكان تاني اللي هو الثايمس ايه؟ الثايمس جلاند. ما هي عشان كده احنا قلناها هنا. احنا قلناها هنا ليه؟ عشان هي ليها مكان اتولدت، زي كانها اتولدت في مكان وراحت عاشت في مكان. جميل. فهو الاصل بتاعها البون مارو، لكن هي بتعيش هنا في الثايمس ايه؟ في الثايمس جلاند. وادي الريشيو بتاعتها وبتاعت دي وبتاعت ايه؟ وبتاعت دي. طيب التي سيلز بما ان الريشيو بتاعتها كبيره ليها برضو انواع، هنلاقي ان في منها 3 تايبس. في التي هيلبر، ممكن نختصرها برضو تي اتش. في عندنا التي هيلبر دي كده اول حاجه، وبعدين التي سوبر ريسور هنفهمها دلوقتي، وبرضو التي بنقول عليها ايه؟ هنقول عليها اسيستنج. هي دي قلناها في الهيلبر. يبقى تاني التي سيلز في منها ايه؟ في منها ثلاث انواع بنقول عليها التي هيلبر والتي سوبر ريسور. هيلبر دي هي الاسيستنج، عشان كده انا مسحتها لان انا قلت انا كده كررتها تاني. وبعدين ثالث واحده في النوع من انواع الهيلبر اسمها سايتو توكسيك. توكسيك يعني توكسين، يعني ايه؟ يعني سامه. اوكي، يبقى احنا تاني تي سيلز الريشيو بتاعتها كبيره، خلي بالكم عشان تعرفوا الفرق ما بينها، الريشيو بتاعتها كبيره 80 تمام، والمكان بتاعها السايت بتاعها بون مارو، وبعدين اتنقلت عند الثايمس ايه؟ عند الثايمس جلاند. طيب انا بس عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، عشان بيجي عليها يسالني على مسائل يقول لي ايه؟ يقول لي احسب لي كالكوليت ذا ريشيو اوف ذا تي سيلز، الافريج المتوسط مثلا بتاع التي سيلز او بتاع البي سيلز او بتاع ايه؟ الناتشورال كيلر. خدوا بالكم بس من حاجه، هو لو جه قال لك النمبرز اوف وايت بلاد سيلز، يعني مثلا لو جه قال لي عدد الوايت بلاد سيلز 5000، هل انت بقى هتحسب مثلا الريشيو بتاع تي سيلز على طول من ال 5000؟ لا. ليه؟ ما انا لسه قايله لكم هي دي الاول النسبه بتاعتها، لازم الاول تجيب الايه؟ تجيب الافريج 20 و 30، عشان تجيب الافريج بتاعتها بنحسبها بحسبه بسيطه جدا، بتاخد ال 20 بلس ال 30 ديفايدد 2 تطلع معاك الايه؟ تطلع معاك الافريج تمام. وبعد كده الرقم اللي يطلع بقى تبدا تحسب منه النسب دي. يبقى تاني التريكي بتاعتنا في البروبلم اللي احنا عندنا هنا، البي سيلز والتي سيلز والناتشورال كيلر سيلز ما بنحسبهاش من الريشيو اصلا بتاعت الوايت بلاد سيل، لا لازم تجيب لي الاول الافريج. ماشي، عشان دي فيها تركه كتير جدا في الامتحان. حسبت بقى من هنا
جبت الافريج هتبدا بقى تحسب لي. في حاجه كمان ساعات يقول لي انا عايز الليست او عايز الهايست ريشيو مش الافريج. لو عايز الليست بتحسب نسبه ال 10 اللي هي 10 برسنتيج. جميل تمام تمام عايز الهاي يبقى ال 50. طيب يعني تمام. in 2 minutes try to revise all what you have explained this episode. نلخص بقى الكلام ده. يبقى احنا تاني عرفنا كده الاميون سيستم الفانكشنز بتاعته to protect our body from ايه؟ from the threats سواء كانت biological او non biological. عرفنا الاورجانز بتاعته قلنا عندنا انواع كتير زي مثلا البون مارو والليمفوكايتس والانتي بوديز ولسه هتدرسوها بالتفصيل. اهم حاجه عندنا البون مارو لان دي الفاكتوري اللي بتصنع لي الحاجات اللي في جسمي اللي هي الريد بلاد سيل الوايت بلاد سيل البلاد بليتلتس. عرفنا الثايمس جلاند قلنا مكانها فين؟ مكانها هنا عند اباف ذا هارت ما بين التو ايه التو لانجز تعمل سكريت للثايموسين ايه هرمونز عشان تحول الايه الليمفويد ستيم اللي هي الخلايا الايه الجذعيه لتي سيلز. والتي سيلز قلنا في منها ثلاث انواع اللي هي الهيلبر والسوبريسور والسايتوكسيك ما لحقناش للاسف اللي احنا نقول الفرق ما بينهم. معها البي سيل والناتشرال كيلر نخلي بالنا بس من الريشيو ما بنحسبش على الوايت سيلز على طول لا لازم نجيب الاول الايه الافرج. اوكي احسنت يا مس اتفضلي. في نهايه الحلقه الجميله دي بقى لو تحبي اي رسائل سريعه للطلبه بتاعتك بخصوص الحلقه. انا يعني احب اقول لهم ان شاء الله السنه دي تبقى احسن من السنين اللي فاتت. وزي ما قلت لازم نفهم كل جزئيه ونبدا احنا نطلع اسئله يعني مش لازم نستنى التيتشر هو اللي يدينا اسئله. الموضوع مش مرتبط بكل بارت لوحده. ممكن يربط له يربط المنهج كله لازم مع بعض. لازم ان هو بيجيب لي سؤال يشوفني فاهمه الشابتر ده مع الشابتر اللي قبل كده ولا لا. بس وربنا معاهم. شرفتينا يا استاذه شيماء ونتمنى ان شاء الله نشوفك في حلقات قادمه. ميرسي يا مستر. وتمنياتي القلبيه لكل طلابنا الاعزاء بالتوفيق ان شاء الله. شكرا شرفتينا. شكرا.